بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن بعض الحشرات تسمع. بحث جديد في دراسة جديدة في 2012 تبين للباحثين في جامعة في بريطانيا أن الحشرات في الغابات الاستوائية الأمريكية الجنوبية لها أذان تشبه البشر وتسمع الأصوات بنفس الآلية تقريبا، والأذن لها طبلة أذن تتذبذب بوصول الموجات الصوتية إليها، وتحوي ثلاثة عظام حساسة ترسل الاهتزازات إلى الأذن الداخلية، ولها حلزون أيضا مليء بسائل حساس يتجاوب مع مختلف الترددات الصوتية. ويقول العلماء أنهم كانوا يجهلون تماما هذه الآلية التي تشبه عظام الأذن الوسطى التي تتمتع بها الحشرات ولم تكتشف من قبل. العجيب أن القرآن أشار إلى هذه الحشرات تشبه البشر. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. سورة الأنعام آية 38. والله أعلم.